الحلقة بتاعتنا دي حلقة مهمة جدا جدا بمعنى كلمة جدا، يعني أبراج لا يمكن أبدا أن تتحكم فيها، والمقصود كمان أبراج لا يمكن أبدا أن تتنازل مهما كان، يعني لازم الطرف الآخر هو اللي يتنازل. والحلقة دي عشان تفهمها على بعضها رجاء اسمعها من أولها لآخرها، وأنا لأول مرة هقول النصيحة إزاي تتعامل معاهم في البداية، وأيضا هقول في النهاية تاني، وهكرر حينما يلتقي الخماسي المدمر. ده موضوع حلقتنا، حلقة أقل ما يقال عنها أنها حرب نووية مدمرة. أهلا بكم، النهاردة حلقة طبعا بننزلها في المنتدى بتاخد أعلى تصويت، فكان لازم نعملها. وانا سريعا كده عايز يعني ارد على حاجه في المنتدى، مش معنى ان الحلقه اللي بتاخد اعلى تصويت بنعملها ان بقيه الحلقات خلاص احنا كده بنتغاضى عنها. الحلقات اللي بلاحظ ان انتم مهتمين بيها سواء في الكومنت او حتى بتاخد نسب تصويت اعلى بنعيد تنزيلها تاني، فما تقلقوش، كده او كده عاجلا ام اجلا هنتكلم فيها. ولكن سريعا في البدايه قبل ما نبدا كده، خليني اقول لك لو انت لسه جديد عرفنا بنفسك عشان نرحب بيك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك طبعا واضغط على زر الجرس عشان نفضل متواصلين مع بعض. كمان انا مثبت في اول تعليق روابط قنواتنا الاخرى اللي حابب ان هو يشترك فيها. ويلا بقى قبل ما نبتدي كده ندوس اللايك التشجيع اللي تعودنا عليه منكم، بدعمكم طبعا عايزين نوصل الفيديو ده لاكبر قدر من الناس. يلا بينا. طبعا احنا معانا 5 ابراج بس، عشان كده قلنا عليهم الخماسي. والحلقة دي انا مش هرتب فيها، لان بصراحة ما ينفعش ان احنا نرتب فيها الابراج دي كلها على بعضها تستحق المركز الاول، لانها ابراج تفوقت على نفسها في النقطة دي. النصيحة بقى اللي عايزين نقولها، الابراج دي لو كانت هي الرجل يبقى لازم انت اللي تتنازل، لو الابراج دي هي الرجل يبقى انت اللي لازم تتنازل، ولو الابراج دي هي الأنثى يبقى لازم تديها مساحة كبيرة قوي من الحرية، وأيضا إياك أن تتعامل معها بأي نوع من أنواع التهميش. في آخر الحلقة هنتكلم بشكل أكثر تفصيلا في النقطة دي. تعال ناخد أول برج معانا، يعني مفيش ترتيب اتفقنا، هنبدأ ببرج العقرب من الخمسة اللي معانا. وتوقعوا ال5 أبراج كده، بيعجبني توقعكم هيكونوا إيه. العقرب سواء راجل سواء ست، يعني على سبيل المثال العقرب حصل مشكلة بينك وبينه وانت حابب ان انت تحافظ على العلاقة، لازم انت اللي تبدأ تتنازل، لازم انت اللي تبدأ تتنازل. انما عشان تنتظر من برج العقرب ان هو يتنازل، دي حاجة صعبة جدا تكاد تكون مش موجودة. والعقرب لو حصل مع ان ذلك نادرا جدا وتنازل مرة، تأكد انه مش هيتنازل المرة التانية، فانت لازم تكون ملم قوي بحاجة زي كده. كمان هو برج لا يمكن ابدا التحكم فيه بأي شكل من الاشكال. يمكن اللي هيخليه يجي معانا في موضوع حلقة النهاردة، اضافة طبعا على صفاته اللي معظمنا عارفها، ان هو برج متحدي من الطراز الاول. وخلي بالك بقى، خلي بالك من الحتة دي، نفسه طويل قوي في الموضوع ده برج العقرب، يعني ما بيملش بسرعة بالذات في التحدي أو المنافسة، من الأبراج المتمرسة جدا في النقطة دي. إذن الخلاصة عشان ناخد البرج اللي معانا بعد كده، برج العقرب لا يتنازل ولا يمكن لأحد التحكم فيه. الضلع الثاني في موضوع حلقتنا، معانا 5 أضلاع طبعا، برج الثور الترابي سواء راجل سواء ست. حب التملك اللي عند برج الثور واقتناعه ان هو دايما صح، وعنده الشديد اللي تفوق على نفسه في، وصفات تانية كتير من غير ما نتطرق ليها عشان ما نطولش في موضوع الحلقة. برج الثور لا يتنازل بمعنى كلمة لا يتنازل، عشان تبقوا عارفين، ولا يمكن ابدا ان انت تتحكم فيه، لا يقل ابدا عن برج العقرب في النقطة دي. برج الثور ممكن يموت وانت ما تعملش معاه حاجة زي كده، وانت ما تفرضش تحكماتك عليه، وانت يعني ممكن التنازل ده صعب تقريبا مش في قاموس برج الثور الترابي. الثور واحد من الأبراج العنيفة واللي بتتحول لشرسة جدا في الموضوع ده. طيب في بعض الناس اللي ممكن بتشوفنا دلوقتي
يجي في بالها ان هي اتعاملت مثلا مع برج عقرب او برج ثور على سبيل المثال، وتقول ان انا خليته يتنازل. لا، مش خليته يتنازل، في حاجة اسمها تفاهم. ممكن انت تكون تفاهمت معاه، يعني الابراج دي في قاموسها حاجة تانية غير التنازل، في حاجة اسمها حلول وسطى. يعني الموضوع ده نعمل له حلقة تانية عشان ما نتطرقش بره موضوعنا. في حاجة اسمها حلول وسطى، لما يكون بيحبك قوي، بتعز عليه قوي، عايز يحافظ على العلاقة قوي، فيبدأ ان هو يعمل معاك حلول وسطى. انما تنازل بشكل تام ده ما بيحصلش. بينا بقى نتعرف على الضلع التالت اللي معانا في الحلقة بتاعتنا النهاردة. الأسد، الضلع التالت اللي معانا برج الأسد الناري. برج الأسد تقريبا قطع صفحة التنازل من قاموس حياته. برج الأسد عشان انت تحاول تتحكم فيه، برج الأسد عشان تحاول ان انت تتحكم فيه، اذا استعد للمخالب وللأنياب بتاعته والثورة الشرسة اللي هيعملها عليك. لا يمكن ابدا ان انت تعمل مع برج الأسد حاجة زي كده، على طول دايركت وبشكل سريع ومباشر تدخل في صدام مميت معاه. الأسد سواء راجل سواء ست من الأبراج الغاضبة جدا، واللي ساعد غضبها محدش بيقف قدامها. خلينا نجيب من الآخر ونكون صراح واحنا بنتكلم في طباع كل برج عشان نعرف ازاي نتعامل مع. ولذلك الأسد وبشكل عام سواء راجل سواء ست، دايما يعني بركز على الكلمة دي عشان نفهم ان الكلام للطرفين. لما تحب ان انت تتفاهم معاه وتحب ان انت يعني تعمل ديل معاه او تطلب منه حاجة، اختار الوقت المناسب، اختار الوقت المناسب وابعد تماما عن وقت غضب. الاسد شايف نفسه يقود ولا يقاد، شايف نفسه انه هو يتحكم ومفيش حد يتحكم فيه وما بيتنازلش. بينا بقى نتعرف على الضلع الرابع اللي معانا، يلا بينا. قعدت كده بقى، شاركوني تتوقع البرجين اللي فاضلين معانا هيكونوا ايه، وخلينا كده نذكر ونقول اللي نسي يدعمنا بلايك، يا ريت يدعمنا بلايك. يعني مش عايز اقول كسل، خلينا نقول نسي مش هيخسروا حاجة عشان نوصل الفيديو ده لاكبر قدر من الناس نقدر ان احنا ندعمه. وتوقعوا، بيعجبني دايما ذكائكم في التوقعات. الضلع الرابع او البرج الرابع هو الحمل الناري. طبعا برج الحمل لا يقل كده عن الأبراج اللي سبقته في النقطة دي. الحمل قوي عنيد وعنيف وعنده الأنا، الأنا عالية شوية وحاجات كتيرة قوي. إذن الخلاصة لا يتنازل ولا يمكن أبدا أن تتحكم فيه سواء راجل سواء ست. الحمل أيضا عنيف جدا وشديد جدا في النقطة دي. مسألة التفاوض على التنازل غير مطروحة تقريبا على الطاولة بالنسبة لبرج الحمل سواء راجل سواء ست. شجاع وحماسي ومغامر، واللي هيحاول ان هو يتحكم فيه هو اللي جابه لنفسه. بينا بقى ناخد آخر برج معانا عشان نكمل الخمس أبراج اللي هم موضوع حلقتنا بتاعت النهاردة. توقعته، تتوقعه يكون مين؟ توقعوا معايا كده. طب يلا بينا. الجدي الترابي، انك تحاول ان انت تتحكم في الجدي الترابي ده معناه بالظبط ان انت بتحاول تفحت في الصخر او تكسر في الحديد. ما ينفعش ابدا ان انت تتحكم في رجل او امرأة برج الجدي الترابي، صعبة جدا. والتنازل ايضا مش موجود في قاموسه ابراج الجدي الترابي، خلي بالك قوي هي مش سهلة أبدا في النقطة دي. شوفوا باختصار كده عشان نلخص اللي ممكن نقوله عن برج الجدي في النقطة دي. عنده استعداد إن هو يخسر أي حاجة وما يتنازلش، وأيضا عنده استعداد إن هو يعمل أي حاجة في سبيل إن محدش يتحكم فيه. برج الجدي الترابي عنيف جدا، زيه طبعا زي الأبراج اللي جت قبله أو اللي اشتركت معاه في النقطة دي. قلنا الحلقة دي ما فيهاش ترتيب، كلهم ما نعرفش تفوقوا على نفسهم في النقطة دي، ما نعرفش نرتب. وبكده يكون اكتمل الضلع الخامس من أبراج حلقتنا بتاعت النهاردة. وهنقول النصيحة تاني في الآخر، الأبراج دي لو كانت رجل تأكد إن أنت اللي لازم تتنازل. لو أنت طبعا بتتعامل معه ويهمك، يهمك حط تحت دي مليون خط إن أنت
تحافظ على العلاقة، لأن تقريبا هم مش هيتنازلوا، بينما لو كانت الأبراج دي ست اعرف إن أنت لازم تديها مساحة كبيرة قوي وتديها أهمية وما تتعاملش معاها بأي نوع من أنواع التهميش. بقية الأبراج تيجي في المرتبة دي ولكن بنسب أقل بقى، تفاوتا كده تحت بعض أو فوق بعض بالترتيب. أتمنى الحلقة دي تكون أفادتكم وتكون كمان عجبتكم. اكتبولي كالعادة آرائكم وعرفوني دايما بنفسكم، بتعرف عليكم طبعا من خلال التعليقات، وعرفت كتير قوي منكم وأكيد حابب إن أنا أعرف أكتر وأكتر، وأكيد طبعا حابب إن أنا أعرف أكتر وأكتر ونكون دايما متواصلين مع بعض. وخلينا في الآخر كده بقى نذكر ونقول اللي نسي إن هو يدعم الفيديو ده بلايك، يدعمه مش هيخسره حاجة. خلينا نوصل الحلقة دي لأكبر قدر من الناس، ويلا بقى بينا كده على المنتدى عشان نصوت على الحلقة القادمة تحبين أو تحبوا إن هي تكون إيه. وما تنسوش كمان تكتبولي آراءكم في الحلقة دي، هتوحشوني.